وما ينفعش يعني. انا عايزه اتكلم عن كابيتانو مصر كتير، بس عايزه اعرف الاول ازاي كابتن علاء ميهوب عرف انه موهوب فعلا؟ امتى؟ عمري ما عرفت الموضوع ده والله يا سليم، خالص بجد؟ والله خالص عمري، ولا تخيلت ان ممكن يعني. يعني انا كنت بلعب مش في دماغي ان حد يقول علي انا موهوب او حاجه، انا بلعب عشان انا بحب حاجه بلعبها. دايما كنت بروح المباريات، مش المباريات، بروح التمارين، بحاول اعمل احسن حاجه عندي، ببقى مبسوط وانا رايح التمرين، خصوصا في النادي الاهلي طبعا. مباريات كنت بحب اديها دايما، ما عنديش مباراه مهمه، كل مباراه عندي بالنسبه لي مهمه من يوم ما ابتديت العب مع النادي الاهلي. اللي ساعدني قوي كمان ابتديت مع جيل عظيم في النادي الاهلي، فده بيساعد دايما. ودايما بقول كلمه، انا احسن حاجه ان الناشئ يطلع او اللعيب الناشئ يطلع وسط مجموعه تظهر اللاعب بنفسه، مش يعني ما يطلعش الوقت يبقى الصح، الوقت الصح اللي يطلع فيه. فانا كنت من الناس المحظوظه دي، طلعت مع ناس نجوم كبار قوي، بس عمري ما تخيلت اني عارفه عمري يعني ما ان انا موهوب مش موهوب والحاجات. يعني فاهم، انا كنت بقى بلعب كوره، بحب العب حاجه بحبها قوي، بحب ناديه قوي، جماهيري طبعا بعشق جماهير النادي الاهلي، بحاول كل مباراه ببقى بادي احسن حاجه. ودايما كنت بحاسب نفسي بعد كل مباراه، كنت بحاسب نفسي كويس قوي كمان، وكنت بأني بنفسي جامد جدا ان انا ممكن ابقى وحش في مباراه ولا حاجه، وليه وحش مش وحش. فلا، كان عندي حساب مع نفسي الاول قبل ما حد يكلمني. لكن حته ان انا مثلا ابقى علاء موهوب ومش موهوب والكلام ده، لا ما عمري فكرت فيه. سبحان الله جايه لك على نفس الوزن يعني. الحمد لله، الحمد لله. بس ليه سالتك السؤال ده؟ اتفضل. لانه انا عارفه طبعا من شخصيتك طبعا يعني اللي قربت منها قوي، انك بتحاسب نفسك على كل كبيره وصغيره. ومعرفش ده موجود في لعبتنا ولا لا في الوقت الحالي. وعشان كده عايزه اقول يعني اسالك، تراجعت المواهب فعلا في مصر؟ جدا. بجد؟ جدا. والله. ليه؟ مفيش اهتمام بالمواهب. مفيش حد يقدر يعني. زمان كنا الناس كانت بتلف تجيب المواهب دي. الوقت المواهب قلت. دي على فكره دي واضحه في الكره المصريه تماما. عشان كده المشروع اللي اتعمل كابيتانو مصر بيحاول يرجع موضوع الكشاف بتاع زمان قوي، بس بطريقه اكبر وارقى واحسن. زمان كان الكشافين بيروحوا بيلفوا البلاد يا سام، بيلف البلاد ما حدش عارف انا عايز نجيب لاعب معين. دلوقتي اختبارات ومش اختبارات وكده، مش كل حد يقدر يروح اختبارات، يعني يجي اختبارات النادي الاهلي او الزمالك او او او. فكابيتانو مصر عملت الحاجه اللي بقول لك انا عليها، كشافين بتوع زمان، بس مشروع كبير قوي، اهتمام مش طبيعي. تروح لحد الولد المكان بتاعه، المحافظه بتاعته، مفيش اي رسوم خالص خالص على النشأة الوردة، وبتدوري على الموهبه، بس ما تدوريش على اي لعيب، دوري على موهبه وتكملي معاه بقى. ومشروع ما شاء الله، اعتقد ان الموسم اللي فات كانت البدايه، وبدايه نجحت جدا. الموسم ده الموضوع مختلف، الموضوع بقى اكبر، الناس عرفت قيمة كابيتانو مصر، الناس كلها بقت ليه انا ما اروحش كابيتانو مصر، الناس كلها هي اللي بتدور عليا، طب انا ما اروحش ليه وكده. فالمشروع لا، مشروع ممتاز، وهي طلع لعيبه كويس قوي خصوصا للكره المصريه، او ممكن ناس تحترف بره كتير جدا. وده الهدف، ان تطلعي محترفين كتير قوي بره مصر. الدنيا كلها اتقدمت، مش عايز اروح على اوروبا مثلا، اقول لك حاجه، المغرب مثلا، المغرب بقى في حته ثانيه خالص في الكره العربيه. كم من محترفين في المغرب يا سلام، كتير جدا جدا جدا، وشفناهم عملوا ايه في كاس العالم يا بالظبط. برافو عليك، دخلوا المربع الذهبي. برافو عليك. يعني العالم كله بيشد يوم ليه؟ بص كم محترف في الفريق، كم واحد محترف، هو ده الصح. احتراف داخلي، وفي انديه كبيره جدا زي كان طبعا على راسهم النادي الاهلي، لكن الاحتراف الخارجي الموضوع مختلف، صح، خصوصا لما يكون السن صغير. يعني كان دايما يقول لك احسن سن انك تحترف وانت صغير، الموضوع مختلف تماما، تجربتك كويسه قوي. في الاخر كله بيتجمع عشان منتخب مصر، اللي كل الناس كلها كلنا بنلف على اساس الاسم، صح، ده ان صح. انت يبقى عندك منتخب قوي زي كل المنتخبات اللي حواليك. الكابيتان هو اعلاميا كلنا بندور على ان على صلاح الكره المصريه. بالظبط. كابتن علاء ميهوب المنضم حديثا للجزء الثاني من كابيتانو مصر، بيدور على ايه او خطتك ايه المستقبليه لاكتشاف المواهب في هذا انا مسميه المشروع القومي؟ ما هو مشروع قومي فعلا. هو مشروع كبير، مش مجرد برنامج. لا لا، دي حقيقه. خطتك ايه لاكتشاف الموهوبين دول؟ زي ما بقول لك يا سامي، انا متعرض عليا الموسم ده الدكتور محمود سعد لما كلمني
طبعا رحبت جدا يعني جدا وطبعا طول طبعا يا كابتن محمود انا مع حضرتك في اي وقت وفي اي اي وقت واي مكان انا موجود فيه. لان انا بحب 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 اتفرج على 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 الاولاد الصغيره، بحب اشوف اللعيب الموهوب، بحب انا عندي يعني الحمد لله بحب اتفرج عليها دي، وبعرف بعرف انقي النشء كويس. يعني يمكن التجربه دي جات لي ان اشتغلت كتير قوي مع الناشئين في النادي الاهلي، فتره مع الناشئين في النادي الاهلي واختبارات كتير قوي، فالحمد لله اكتسبت خبره كويسه قوي. والدكتور محمود لما كلمني طبعا يا دكتور روح كده، بس انت مش بتنقي اي لعيب، انت بتنقي لاعب موهوب. طب حضرتك بشكل شخصي بتدور على مين؟ يعني انا مش عارف الاسبوع اللي فات باين كنت بتتفرج علينا عرضنا لك اللقطه بتاعت لما كنت انت كنت بتشوف موهوبين في استاد صح؟ صح، في ساحه وفي المحله، كنت في المحله صح، ولفت نظرك حد من في استاد تاني صح؟ بيلعب في حته تاني، ملعب تاني صح؟ هو احنا النظام بتاعنا بنبقى الملعب بنقسمه اربع ملاعب، كل فريق عنده اثنين مدربين وفي واحد يعني الدكتور محمود موجود وانا معاه بنبص على كل الناس. فانا كنت قاعد بعيد عن الواقعه دي خالص، فببص على اربع ملاعب كلهم فلمحت حاجه. الولد جسمه صغير كده بس حاجه ممتعه في كره القدم. بيلعب ايه؟ بيلعب في نص الملعب ولقيته زعلان جدا ويعني متضايق ان هو ما اختاروش كويس. اوقات الجسم في اوقات الجسم بي 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 بيعمل لك يعني بيراقب يعني بيأخرك شويه. واللي مخليني متحمس للفكره دي ان انا حصل معايا نفس الموضوع وانا صغير في الاختبارات. يعني وانا صغير رحت اختبارات النادي الاهلي كل يوم بروح لحد اخر تصفيه. فكابتن محمود السياس الله يرحمه، انا كنت قصير على فكره. فقال لي علاء انت لعيب والله. طب وطولت امتى مع حضرتك؟ مالكيش دعوه الموضوع ده. حضرتك ما طويل يعني. لا مالكيش دعوه، لا كويس. الصوره دي هو ده بص كنت بلديه المحله. فالولد ده لعيب كويس قوي بس صغير وكان زعلان بس جسمه مش بيساعده. وزعلان جدا. فانا على فكره رحت بعفويه جدا والله العظيم ولا اعرف حاجه خالص. لك حتى متفرجين بالكم انتوا الاثنين. بتكلم معاه انت ايه ومش ايه. فالولد بيتكلم معايا يعني على سجيته، وعلى فكره هو ما عرفش مين بيتكلم معايا، هو ما عرفنيش. والله لا قال لك ايه؟ ما بقول له في ايه مش عارف. قال لي انت منين وكده، قال لي من حته بعيده قوي يا سام. والولد صاحي من بدري جدا حبيبي، اللي هو صعبان عليه نفسه. فكلمت معاه، انا شفت، انا اصلا لمحت وانا بعيد قوي ان هو لا الولد لعيب كويس حريف يعني لعيب كويس قوي بس الجسم هو اللي حايش. فكلمت معاه وكده ودخلناه تاني والله عد ف ده كان بتوصيه منك يعني يا كابتن؟ لا خالص. امال ليه دخل تاني الاختبارات ازاي؟ مفيش توصيات في الكوره. لا انك شواف، لا شفته انا شفته من بعيد قوي كويس، والولد متضايق بس هو لعيب كويس. اتكلمت معاه كده نزل تاني يعني عدى الحمد لله الاختبارات وهيبقى موجود في التصفيه. انا يعني بص يا سام انت بتعملي اللي عليك، اللي هيحصل بعد كده حاجه مش بتاعتك، لكن في كابيتانو مصر انت بتحاول بتدي كل واحد حقه، ودي حقيقه لازم كل الناس اللي شغاله على الفكره مش صح مش احنا بس مش انا. اوعدك يا كابتن ان الولد ده بالذات هياكل النجيله. والله هنشوف. لا والله اصل عايز اقول لك حاجه، امال الولاد كلهم جايين متحمسين جدا لان شافوا الموسم اللي فات الشكل عامل ازاي والاهتمام. انت متخيله ان مشروع كبير جدا، فخامه الرئيس راح ثلاث مرات مع في المشروع ده. صحيح. الموضوع مش ولا سهل. لا مش سهل. لا ومش انت مش بتعملي فلوس، انت يا سما ولا ما بتاخديش جنيه. انت بتروح لحد الناس كلها وبتحاول تساعد الناس كلها انك تطلعي احسن حاجه من كل اللعيبه دي. فلا الموضوع مختلف السنه دي وبتدي كل واحد حقه. ولازم اشيد هنا بالدكتور محمود سعد بجد. ما بيسيبش صغار ولا كبيره، وكل واحد بياخد حقه فعلا. فاللي انا متخيله او اللي انا متوقعه السنه دي ان السنه دي هتبقى احسن من السنه اللي فاتت، لان شفت اولياء الامور وكميه الناس اللي جت. لا الاعداد مهوله بجد. ده في مره في يوم جالكوا 40,000 صح؟ 40,000 العشاء. ده كانت في كانت اختبارات القاهره. بس قسمناها تاني على ايام تانيه على اساس برضو كل يعني كل ولد من الولاد دول ياخد حقه تماما. ربنا يوفقهم ان شاء الله يا رب. في عينهم حلم كبير، وده مشروع الحقيقة يستحق الدعم ويستحق الإشادة بأكيد.